تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبك الاثنين، صبح عليكم بالخير في ثاني يوم من هالأسبوع القصير نسبيا، لأن إن شاء الله الأسبوع رح يخلص يوم الأربعاء. لاحظوا، أنا أحب أذكركم يوم في إجازة، يوم خميس بيكون إجازة عشان يعطيكم طاقة إيجابية وتحسوا بحماس للدوام لما يوصل نهاية الأسبوع. ميرا تقول واو شكرا يا ميرا، مو يجيب الحماس، مو يوم حد يذكركم تقول هي والله فعلا أكيد يجيب حماس. فصبح عليكم الخير بالخير من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء أرحب بالموجودين معاي بالطاقم، ناصر السليمي في الإخراج، صباحك ورد يا ناصر، دائما أنت معاي وأنا أكون بروحي وأنا أكون مطمني وأنا ألاقيك أنت المخرج اللي معاي ومحمود مو موجود. ومعاي في التنسيق ميرا الغفلي، صباحك وردي أم خليفة، وصباح لكل المستمعين مرة أخرى. طبعا أول شيء أذكركم بأرقام التواصل، لأن مثل ما دائما نقول هذا البرنامج هو برنامجكم، طرشون اقتراحات، شكاوي، ملاحظات، شكر، أي شيء حابين تشاركونه مع هيئة الصحة ومع العالم من خلال منصة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل 600-551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما تعودتوا دائما نبتدي أول شيء بمواقع التواصل الاجتماعي، فمعانا أسماء الجناحي على الهاتف. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين لإذاعة نور دبي وبرنامجنا صحة سعادة. شو عندك جديد لنا اليوم؟ بعض الأشياء اللي نحن حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. ركزنا بما موسم مدارس وبعض الأولياء الأمور الله يهديهم يحطون أشياء غير صحية لأطفالهم في فترة المدارس، فحبينا نذكر موضوع سمنة الأطفال والأشياء اللي ممكن تترتب على هذا الشيء. نعم. من ضمنها مثلا مشاكل هيكلية، مشاكل عضلية، مشاكل في الدماغ، أمراض القلب، مرض السكري، يعني في وايد أشياء ممكن يعرض الطفل لها فقط لأن ما سوينا له كنترول وهو صغير. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها مثلا مؤشر الخبث بالسكري، دائما يسألون الجمهورنا أوكي مرض السكري كيف أعرف أن أنا مريض ولا غير مصاب ولا طبيعي؟ فأيضا حطينا، نتمنى هم يتابعونا على قنواتنا لحصول هذه المعلومات. ونحن حاليا أيضا متجهين لافتتاح إحدى المستشفيات الخاصة في الإمارات، إذا تابعونا بنحط لهم الأبديت إن شاء الله على الستوري رح يلاقونا. ونختمها بالرسالة الصباحية، إن أردت أن تصل وتحقق النجاحات فعليك أن تكون ذو عزيمة كبيرة. صحيح. وقوية. ودوسهم بصحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. نروح الحين لدراستنا. دراستنا تقول نوم القيلولة قد ينقذ حياتك. كشفت دراسة جديدة أن لنوم القيلولة فوائد صحية عدة، من بينها خفض ضغط الدم والحيلولة دون الإصابة بالنوبات القلبية. أجرى الاتحاد الأوروبي لأمراض القلب دراسة على مجموعة من 400 شخص للوقوف على الفوائد الصحية المحتملة لنوم القيلولة. هالدراسة أثبتت أن الأشخاص الذين تمتعوا بقيلولة خلال فترة الظهيرة كان مستوى ضغط الدم لديهم أقل من هؤلاء الذين استمروا مستيقظين طوال اليوم. ورغم أن الفارق بقياس ضغط الدم كان بسيط لا يتجاوز 5%، إلا أن الأطباء أكدوا أن يمكن أن يحول دون الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10%. يعني لما هم قاسوا الضغط مال الناس اللي خذوا القيلولة لقوا 5% أقل من الناس اللي ما خذوا قيلولة، لكن في المجمل حتى هال5% بتساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10%. طبعا في مثل قديم ربيعتي كانت تقول، كانت يعني يدت الله يرحمها تقول عن نوم القيلولة، كانت تقول اتغدى وتمدى،
ولو الخيل طوطاك على قولتهم. يعني مهما كان الظرف لازم تاخذ قيلولة الظهر، هذه القيلولة. لكن في وايد من الناس يمكن ما يعرفون، في وايد من الناس أدري يروحون يأخذون القيلولة لما ينشون، يقول دكتور أنا أحس عمي تعبان أكثر من لما جيت أنا أخذ القيلولة هذه. في هناك شروط عشان نستفيد من القيلولة، اسمها قيلولة لأن النوم فيها قليل. هذين ينامون ساعتين وثلاث ساعات وينشون على المغرب، هذا ما سوت قيلولة، هذا تنافت مع مفهوم القيلولة، رح يأثر على نومهم في الليل، رح ينشون كسلانين، رح يكونون تعبانين، وثاني يوم ينشون كسلانين أكثر لأنه طبعا لأنه ما أخذوا كفاته من النوم. عندي أول شيء مكالمة عقب أكلمكم عن قيلولة. بمصبح صباحك ورد. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. صباح السلام. النور والسرور والفرح، الله يطول عمرك. الله يخليك. مرحبا أستاذتنا ودكتورتنا وأختنا وما نبد عنك، الله يطول عمرك. ما تقصري بمصبح، شكرا لك. تحياتي القلبية للجميع الموجودين، الإخوان في الإنستغرام والمستمعين. نعم. ومخليفة وأخونا ناصر وكلهم وهيئة الصحة كلها مرن من راس الهرم لين اصغرها، الله يطول عمرك. ما تقصري بمصبح. ولاخونا الغايب محمود عاد ما ادري، الله يرد بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله يرد بالسلامه ان شاء الله. الله يحفظك، جزاك الله خير. ها بمصبح، بس بغيت تسلم علينا اليوم، عندك شيء مداخلات تبغى تقولنا اياها؟ الله عندي كل شيء جميل اكيد، ما يطلع منكم الا الجميل والطيب، الله يطول عمرك. وهذا ترى دوم يقول هذا منبر سعاد وفرحتنا، الله يطول عمرك. في إشاعة تقول تبغى تقول شكر، عندك شكر لحد صح؟ وأنا لا بدي أقول لك، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا هذا أقل واجب والله نقدم من منبركم لهيئة الصحة والجميع العاملين من رأس الحرم سعادة حميد القطامي والجماعة كلهم بدون حد، يعني ما أبا أخص حد عن حد، الله يطول عمرك. لأن كنت اليوم موجود في عيادة الممزر ووجه المدير هناك الأستاذ خالد الله يطول عمره وجميع العاملين في العيادة، تم افتتاح عيادة علاج العصب. هذا كنا مناشدة قديمة كنا نطالب فيها، ومن الأشياء اللي أثلجت والله صدري وصدر الجميع العاملين، يعني حتى المراجعين والمرضى الله يعافي كل مريض ويكشف ضرهم إن شاء الله. إن شاء الله. كان قبل كان يتم تحويله إلى ند الحمر. نعم. وهذا الشيء دل الله يطول عمرك، هذا تسهيل على المرضى، بدال ما يصير يحول من عيادة لعيادة من مركز لمركز. نعم. جزاهم الله خير إذا الخدمة تقدم هناك. وخص بالذكر بعد والشكر لأختنا مريم العوضي مسؤولة العيادة الممزر في قسم الأسنان، بعد ما شاء الله عليها من الناس المتميزة دوما ما شاء الله عليها، سبحان الله تقدم العون والتعاون للجميع. وبعد شيء جديد بعد وطيب، بعد أنه في عيادة أطفال في الأسنان هناك. نعم. بعد تم فرع، يعني فتحوا في نفس المركز الممزر. نعم. لأن بعد كان قبل شيء كانوا يتحولون على مستشفى دبي. هذا الله يطول عمرك شيء طيب، وليش ما نذكر الله يطول عمرك؟ هاي تسهيلات وشيء، بالعكس أنتوا سعيتوا من أجل راحة المرضى. صحيح. وسهولة الأمور يعني، عشان كل شيء يكون في متناول يد المريض، يعني جزاكم الله خير. ما تقصر أبو مصبح، هذه رسالة إيجابية أشكرك عليها، أن أنت خذت من وقتك واتصلت. شكرا شكرا لك، نهارك سعيد. هاي رسالة إيجابية جميلة، يعني واحد لما يسمعها مثل رسالة إيجابية يحس يومه صار أجمل وكله إيجابية. وإحنا نبغى مثل هالثقافة، ثقافة الشكر وثقافة الإيجابية، لأن فعلا تأثر على الموظفين وسير العمل وغيره. إحنا رح نطلع الحين إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل عندنا مواضيع جميلة، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. عندنا الحين فقرة توعوية جميلة بنتكلم فيها عن مرض الزهايمر. في شهر سبتمبر، في بالذات تاريخ 21 سبتمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للزهايمر. اليوم بنتكلم عن الزهايمر من وجهة نظر مختلفة شوي، بنتكلم من ناحية التغذية. بتكلمنا عن هالموضوع الأستاذة رولا أبو غزالة، أخصائي التغذية العلاجية بمستشفى راشد، اللي معانا عن طريق الهاتف. صباحك ورد يا أستاذة رولا. صباح الخير والسرور يا دكتورة ندى. هلا فيك، شخبارك؟ الحمد لله تمام، كيف حالك انتي؟ الحمد لله بخير. طبعا استاذة رولا، مرض الزهايمر معروف ومرض عصبي يصيب الدماغ، في وايد لأعراض، لكن اليوم بنتكلم من ناحية الغذائية او التغذوية. هل فعلا هناك حمية غذائية معينة تساعد على الوقاية من الزهايمر؟ اكيد دكتورة، في حمية غذائية اسمها مايند،
هي عبارة عن جمع حميتين معروفين، هي حمية البحر المتوسط أو الميديترينيان دايت وحمية لضغط الدم اسمها داش دايت. بجمعوا هدول الحميتين مع بعض وأسسوا هاي اللي اسمها معد. هي يعني مبدئيا بتشجع أنه تناول الخضار الفواكه، خصوصا الخضار الخضراء مثل السبانخ، البقدونس، البروكولي، يعني الخضروات الخضراء، وتقليل الدهون خصوصا المشبع منها والملح. وفي قائمة بالأطعمة المفيدة اللي ممكن الناس يتناولوها، وفي قائمة بالأطعمة الضارة اللي ممكن إنهم يبتعدوا عنها. جميل. شو دور الخضار الخضراء مثل ما ذكرت أستاذة رولا في الوقاية من الزهايمر؟ هل في مواد معينة في الخضار هي اللي تساعد؟ هي الخضار الخضراء يعني فيها مضادات للأكسدة ممكن إنها تساعد، تكون مادة الكلوروفيل اللي فيها الداكنة. دائما كل ما كانت الخضار الخضراء يعني داكنة أكثر، كل ما كانت الفيتامينات فيها مركزة أكثر. صحيح. المعدل. فإحنا بننصح بتناول دائما الخضار الخضراء. يعني بقول لك أفضل الأنواع هو السبانخ، هذا الصغير الواحد يحطه في السلطة البيبي سبينتش. في كمان تناول الخضار بشكل عام، يعني غير الخضراء، الخضار السلطة، الخضار المطبوخة. بعدين في دراسات أثبتت التوت وخصوصا البلو بيري أو التوت الأزرق. كمان عشان وجود مضادات الأكسدة وهيك ممكن إنه يساعد. السمك خصوصا الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، الدجاج، زيت الزيتون، البقوليات، هاي الأشياء. هي من المكسرات خصوصا تكون المكسرات مش مملحة ولا محمصة، يعني نية. هاي كتير مفيدة. فمثل ما ذكرتي هي المضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات اللي دائما نتكلم عنها إنها تقلل الإصابة بأمراض القلب، بالسرطانات، والحين بعد تقي من الإصابة بمرض، تخفف يعني من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. صح. يعني كل ما كثرنا ألياف خضار فواكه وقللنا من الدهون، يعني مثلا السمك والدجاج في دهون أقل من اللحوم الحمراء. فكل هاي الأشياء بتساعد على البقاية. جميل. هذا للوقاية. الحين لو الشخص عنده الزهايمر، شو القواعد الغذائية الصحيحة لمريض الزهايمر؟ أيوة. هلأ للمصابين بمرض الزهايمر ما في حمية غذائية معينة، لكن في قواعد تغذية صحيحة اللي لازم يتبعوها، يعني حتى الناس مع تقدم السن بتكون مفيدة لهم. مثلا أول شيء ننصح أي مريض تناول وجبات غذائية متكاملة فيها كل العناصر الغذائية من بروتينات، الحبوب تكون كاملة الكاملة مثل مثلا الخبز البني مش الأبيض المعنخالة، الرز البني وغيره. البروتين يكون قليل الدسم زي ما حكيت السمك والدجاج بدل اللحوم الحمراء. بعدين الانتباه إلى الكميات، كميات الأكل، تقليل الملح والسكر كتير مهم، شرب كمية كافية من الماء، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والأطعمة الجاهزة واللحوم الحمراء. وبعدين الرياضة طبعا كتير مهمة في بالإضافة يعني للتغذية، الرياضة كتير مهمة، والحفاظ على وزن مثالي. أستاذة رولا، بالعادة مريض الزهايمر شو يكون عنده مشاكل صحية غذائية مرتبطة بمرض الزهايمر غير الأعراض العصبية اللي تكون عنده؟ شو مشاكل تغذوية يعاني منها مريض الزهايمر؟ صح دكتورة نادا، في أعراض بتكون من المرض وفي أعراض بتكون من تناول الأدوية، يعني الدواء ممكن يسبب لهم أعراض جانبية. أول شيء أكثر شيء ممكن يصابوا فيه هو الإمساك. الإمساك، فبهالحالة ننصح المريض إنه يتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، الخضار، الفواكه، البقوليات، وبعدين شرب كمية كافية طبعاً الماء والسوائل، والرياضة بتساعد كمان على الإمساك. هذا أول شيء. ممكن كمان إنه ينصابوا بجفاف الفم. هاي جفاف الفم نتيجة للأدوية ممكن، أو هو مريض الألزهايمر ممكن ينسى، يعني حاسة العطش وحاسة الجوع مرات بيفقدوها، يعني ما بينسوا انهم يشربوا او ما بيشعروش بالعطش. فبهيك مثلا
بنشجع على تناول السوائل مش بس المي، ممكن الشوربات، ممكن مثلا خلينا نقول الخبز او الهاي غطوه في الحليب او في الشاي، يعني كل ما قدرنا ندخل سوائل في وجباتهم كل ما افضل. نعم. بعدين ممكن كمان شيء ثالث اللي يعني لاحظنا هاي المرضى ممكن انهم يصيبهم فقدان الوزن. فقدان الوزن لانه زي ما حكيت ممكن هاي المرضى يفقدوا حاسه الجوع. نعم. او ممكن مثلا يكون عندهم مشاكل في المضغ او البلع، او ممكن يكون عندهم فقدان بالشهيه، وكمان في حالات ممكن هنا ما بيقدروا ياكلوا بنفسهم، يعني بدهم حد يساعدهم في الاكل. فعشان هيك احنا ساعتها ممكن نعمل يعني نعمل وجبه غذائيه او تخفيف حميه غذائيه لهالمريض، تناول مثلا 5 وجبات بدل 3 وجبات، مثلا 5 أو 6 ونقسم له الاكل. بعدين نعطيه وجبات مركزه بالطاقه والبروتين. نعم. عشان نضمن انه اخذ هاي. ممكن كمان تقطيع الاطعمه لقطع صغيره او سهله للاكل. نعم. وطبعا الرياضه وتناول فيتامينات ممكن انها تساعد على فتح الشهيه. جميل. فهاي هي اكثر الاعراض اللي ممكن ينصابها. نعم. استاذ رولا، بعيد عن الزهايمر، تكلمتي عن الحمية الغذائية اللي تنصحين فيها اللي هو تقليل من اللحوم وزيادة الخضروات والفواكه. ونلاحظ الحين حول العالم الناس قامت تتقبل أكثر فكرة أن مثلا يكون أكلها مرتين في الأسبوع مثلا نباتي 100%، يقللون من اللحوم الحمراء أو يتجون يكون نباتيين تقريبا. فشو شو شو رأيك في مثل هالنوع من الحميات؟ يعني مثلا واحد يسوي واحد مرة أو مرتين في الأسبوع يكون أكله نباتي طول اليوم، ما في منتجات حيوانية. أكيد خصوص يعني بس بدهم يعني يتناولوا المصادر النباتية من البروتين. نعم. هي أكثر شيء موجودة في البقوليات، يعني العدس، الحمص، الفول. في كمان عندك الكينوا اللي هو بدل الرز، أو هاي كمان بيحتوي على البروتين. نعم. فهاي بالعكس، يعني كل ما الواحد قلل خصوصا يبتعد عن اللحوم الحمراء وقلل هاي وأخذ زي ما حكيتي إنه مرتين في الأسبوع، هاي بالعكس يعني نظام صحي. جميل. نروح الحين للأكثر تطرفا شوية، الحميات الغذائية الحين دارجة وتكلمنا عنها احنا بالسريع أمس مع الأستاذة وفاء، الحمية اللي تشل عنصر معين تماما من الحمية عشان يستوي نزول وزن أكثر، مثلا يشلون 100% الكربوهيدرات أو يشلون 100% البروتينات. فشو رأيك في نوع من الحميات اللي الحين مستوية دارجة وللأسف تم ترويج لها لأنها تساعد على النزول السريع للوزن؟ ايوه، اول شيء هذا دائما لازم كل يعني الحميه تكون فيها كل العناصر الغذائيه ولكن بنسب حسب حاله الشخص المرضيه. نعم. ممكن نقلل النشويات، ممكن نزيد البروتينات حسب الحاله وحسب، بس انه يعني الواحد يحذف عنصر غذائي مهم، لا برايي هذا مش صحيح. بصير نزول سريع للوزن لانه نعم. اول شيء فقدان مي، ممكن ماء في الجسم، وثانيا فقدان اذا ما اكل صحي وما عمل رياضه فقدان العضلات. صحيح. ممكن هذا يفقد وزن بسرعه، ولكن لما يرجع ياكل يعني ما حيستمر على النظام هذا الصارم من فتره طويله، ممكن صحيح. يرجع يحط الوزن مره ثانيه كدهون. صحيح. يعني انت عارفه كل ما كان الواحد في جسمه عضل اكثر كل ما الميتابوليزم بيكون اعلى، والدهون كتير. يعني زمان كانت إذا زيادة نسبة الدهون في الجسم ما إلها، يعني كانت يقولوا ما إلها فايدة ولا بتضر. هلأ لا بالعكس. نعم. كل ما زادت نسبة الدهون في الجسم بتسبب أمراض خطيرة. نعم صحيح. السمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها. جميل. شكرا لك استاذه رولا ابو غزاله اخصائي التغذيه العلاجيه بمستشفى راشد، هالمداخله الجميله الحديث عن الحميه التوعويه لمرضى الزهايمر، وجاوبت على الاسئله الثانيه يعني اللي كانت الحين دارجه في هالايام. فشكرا. أيوة. لك. في كلمه اخيره حابه تشاركينا مع مستمعينا؟ بس بنصح المستمعين كلهم سواء عندهم امراض او لا يتبعوا نظام صحي للوقايه من جميع الامراض. نعم. يخففوا الدهون والسكر ويكثروا من الخضار الفواكه والبروتينات قليلة الدسم.
جميل. وممارسة الرياضة والابتعاد عن الملح والسكر. جميل. طبعا يأخذونه باعتدال يعني الملح والسكر ما يزيدون عن ما يزيدونه في الأكل عشان ما يصابون بارتفاع ضغط الدم والمشاكل المصاحبة له، أو طبعا ارتفاع السكر في الجسم وتخزينه كدهون وغيره. شكرا لك أستاذة رولا، شكرا، نهارك سعيد. عفوا لكم، عفوا، مع السلامة. مع السلامة. قبل ما نطلع فاصل ناصر، في حد على الانستغرام متابعنا احمد يقول يسعد صباح الدكتوره، من اشوفك اتحرى اليوم الخميس. زين والله. يتحرى اليوم الخميس بكثر ما اقول خميس الونيس. زين، ها معنا اعطيكم طاقه ايجابيه. انا راح اطلع الحين فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله راح نتكلم عن موضوع جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. ما شاء الله يعني متابعين من الانستغرام ما شاء الله جدا جميلين اليوم، إيجابيين. شكرا كل الكلام الجميل اللي تقولونه، وطرشونا اقتراحاتكم، مواضيع حابين نناقشها في صحة وسعادة عشان يكون فعلا مداخلتكم أثرت البرنامج. شكرا لكم. نروح لموضوعنا لهذه الفقرة. يعتزم مركز دبي للسكري استحداث حزمة من العيادات التخصصية قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهوده المستمرة لتلبية احتياجات المرضى من الخدمات الصحية، وحرصه على تحقيق أعلى مستويات الرضا للمرضى والمتعاملين بشكل عام. بنتكلم عن هالعيادات والخدمات اللي يقدمها المركز بشكل عام. يسرنا يكون معانا في الاستوديو اليوم الأستاذ عبد الله جمعة، مدير الشؤون الإدارية في المركز. صباحك ورد أخوي عبد الله. أهلين، مرحبا، صباح النور والسرور. حياك الله. نتكلم أول شيء عن ناخذ فكرة عامة، شو هالعيادات التخصصية وليش استحدثوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أني أحب أني أشكركم على الاستضافة الجميلة هاي، اللي تهدف الحقيقة بطريقة يعني جميلة، اللي هي ترفع يعني نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع عن التوعية بالنسبة لمرض السكري وكيفية التعايش مع هذا المرض بشكل عام. اليوم الحقيقة أنا وأنتي وجميع العاملين في هيئة الصحة بدبي ومجتمع دولة الإمارات نعتز ونفتخر، كما قال يعني مدير عام هيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي، أن مركز دبي للسكري اليوم لا يعتبر فقط مركز علاجي، يعني يعتبر صرح طبي عالمي معتمد. صحيح. ويعتبر صرح طبي عالمي أيضا في مجال التثقيف والتوعية. مركز دبي للسكري اليوم مركز شمولي يقدم خدمة متكاملة تحت سقف واحد. نعم. كل الأشياء اللي يحتاجها الإنسان المصاب بالسكري، سواء علاجي، دعم تثقيفي، دعم نفسي رياضي، كل ما يحتاجه بحيث أنه يكون هذا الإنسان مصاب بالسكر. نعم. ولكنه إنسان سليم وإنسان منتج في المجتمع. نعم. مركز دبي للسكري اليوم يقدم خدمات متميزة تحت سقف واحد. عندنا اليوم نحن 10 أطباء، عندنا فريق طبي متكامل، عندنا خدمات تثقيفية يشمل كل اللي يحتاج الإنسان المصاب بالسكري من التثقيف، سواء دوائي أو كل التقنيات الحديثة اللي موجودة اليوم نحن موجودة في مركز دبي للسكري، سواء مضخات الإنسولين أو الأجهزة الذكية بالنسبة للفحص السكري. طبعا يتم تثقيف الإنسان هذا في جميع هاي الجوانب. أيضا عندنا خدمة اللي هي التغذية مثل ما تفضلتي، أيضا يلعب دور كبير جدا في حياة الإنسان المصاب بالسكري. صحيح. العناية بالقدم، فحص شبكية العين، آخر ما تم إضافته مع الفريق الطبي الكامل الشمولي هذا اللي هو الأخصائية التثقيف النفسي. فتلاحظين بأنها هي ليست فقط علاج، وإنما هي برنامج شمولي يتم من خلاله إدارة حالة الإنسان هذا. ونحن اليوم نؤمن بأن التثقيف والمعلومات والدعم والأشياء اللي يحتاج الإنسان المصاب بالسكري دورنا نحن في المركز أن نعطيه، لأن نحن نؤمن بأن اليوم الإنسان المصاب بالسكري
هو بروحه بنفسه يلعب دور كبير جدا في إدارة نفسه. نعم. فإذا ما كانت لديه هاي المعلومات وهذا الدعم الكامل والكبير اللي يحتاجه ما بيقدر يدير حالته النفسية. نحن ندعمه بكل الأمور هاي كلها. فلهذا السبب مركز دبي للسكري اليوم نعمل على هاي المنظومة بإدارة حالة الإنسان. جميل. للسكري، لأن أنت مثل ما تعرفين دكتورة أن الخطر أو اللي يعني المشكلة في حالة الإنسان المصاب بالسكري هي المضاعفات. صحيح. اعتلال شبكية العين، مشاكل الأوردة والشرايين، مشاكل القلب، البتر لا قدر الله، الغرغرينة، جميع هاي الأمور. نعم. فنحن المراجع اللي عندنا ما يوصل لهاي المرحلة هاي. ليش؟ لأن عندنا فريق طبي متكامل يعني يدير حالة الإنسان هذا بحيث أنه لا يصل إلى مضاعفات داء السكري. جميل. فهاي هي المنظومة المتميزة والرائعة اللي اليوم موجودة في مركز دبي للسكري. مثل ما ذكرت يعني دائما المدير عام هيئة الصحة يقول إن اليوم نحن نتعامل مع مركز دبي للسكري كصرح طبي عالمي، وبنتكلم إن شاء الله معك يعني خلال الدقائق القادمة إن يعني شو يعني الاعتماد الدولي بالنسبة لدبي للسكري الحاصل عليه مؤخرا. جميل. فنتكلم ما دام ذكرت الاعتمادات، خلينا نذكر الاعتمادات اللي حصل عليها المركز ما شاء الله مع الخدمات الكبيرة اللي انتم عندكم حاليا. نحن يا طويلة العمر حصلنا على أهم اعتمادين اليوم. نعم. مركز دبي للسكري يعتبر مركز عالمي في تميزه في تقديم خدمة متكاملة، مثل ما ذكرنا كيف الخدمة اللي نحن نقدمها خدمة متكاملة شمولية تحت سقف واحد بحيث أن المريض إيه ويلقى الخدمة المتكاملة. فتم اعتماد المركز هذا من المنظمة العالمية للسكري كمركز متميز بالنسبة لعلاج السكري. أيضا عندنا اعتماد دولي كمركز تثقيفي. وبعدين نحن دكتورة نعتبر يعني أول والوحيد على مستوى ليس فقط دبي ولا الإمارات، على الشرق الأوسط اللي عندنا هذا الاعتمادين المهمين الدوليين من المنظمة العالمية للسكري. جميل. أنت ذكرت أن جزئية التثقيف عندكم هي جزء جدا مهمة، يعني عندكم حاليا التثقيف النفسي موجود. نعم. وعندكم أيضا مطبخ تحضيري، أتوقع هو جزء من التثقيف يعتبر المرضى. شو أهمية وجود مطبخ تحضيري في مركز دبي للسكر؟ مثل ما تعرفين أن نحن اهتمامنا كبير بالنسبة للتوعية. أخوي عبدالله بس بقاطعك بالخير، في عندي مداخلة عشان ما نحيرها على الخط. فاطمة وعقب أعطيك تقولي بإسهاب عن مطبخكم التحضيري. إن شاء الله. ناخذ فاطمة. صباحك ورد يا فاطمة. صباح النور دكتورة ندى. هلا حبيبي، تفضلي. حالك؟ الحمد لله بخير. بس دكتورة، دكتورة أنا اكتشفت من 4 شهور يعني عندي السكر. زين الحمد لله، يعني كان تراكمي عندي أول ما أخذوا عني التحليل كان عندي 8. نعم. 4-9 كان عندي موعد عند الدكتور، الحمد لله وصل عندي 5.4. جميل. انزين فقال لي الدكتور انا بعطيك ابره التطعيم، وانا طبعا ما اعرف هاي الابره ابره الشو. نعم. هو اعطاني الابره. فمن خذت هاي الابره يوم الثاني حسيت بحكه بايدي. نعم. والمكان انتفخ. خلاص يعني مو بقادره، مني الم ومني صب احس بحكه يعني. صرت مرة ثانية عند دكتور ثاني، كان يقول لي يمكن أنت تحسستي من مكان أو أنك ما نظفوا لك المكان. ويوم الثالث أحس أن إيدي خلاص يعني وارمة علي وحمرة كلها، قالوا لي هذا مكان التهب. وعطوني مضاد الأغمنتين. نعم. والحمد لله حين أحس يعني الحكة خفت والألم شوي قام يخف شوي شوي. فما أعرف إذا أخذ هاي الإبرة وهالإبرة شو، ما فهمت على الدكتور بعد وايد. هو الإبرة اللي عطاك إياها تطعيم صحيح؟ هي. إنزين متى خذيها؟ 4-9 خذيت 4-9 المساء الساعة 9. هو في الإبرة هاي لها جرعات ولا بس جرعة واحدة؟ والله ما أعرف، أنا حتى كذا شخص يعني عندهم السكر يقولوني إحنا أول مرة نسمع عن هاي الإبرة. ما تدري يعني إحنا أخذناها.
هي في هي لمريض السكر في أكثر من إبرة تطعيم تعطى، ممكن تكون الإنفلونزا. أتوقع ممكن يكون عطت تطعيم الإنفلونزا، بما أن الحين يعني شهر 9 بداية الموسم الإنفلونزا، بس أنا ما أقدر أحكم أو أجزم شو الإبرة عطتش إياها، ولكن العرض اللي أنت حسيتي فيه مع الإبرة ممكن يحصل مع كثير من التطعيمات، حتى مع الإبرة العادية يستوي التحسس في المكان، يستوي التحسس يؤدي إلى التهاب في المكان، هذا يستوي، بس أنا ما أقدر أحكم إذا ما عرفت شو هي الإبرة. بس هو قال لي الإبرة هاي عشان الكبد و لا يعني قال لي عشان الكبد وما أعرف، والله ما فهمت عليه، حتى قال لي إذا ما خف يعني ما خفت الورمة سيدي مستشفى راشد عشان يسووا لك جراحة. إنزين أنا شو يعني يمكن يسوي لك نفس خرايا شيء كذي. نعم. فالحين أنا خايفة هل أخذها مرة ثانية ولا لا؟ شوفي أنا أنصح شو تسوين، ردي عن نفس الدكتور كتب لك الإبرة أول مرة وقولي له العرض، قولي له العرض اللي استوالك من هذيك الإبرة وخلي يكتب في السيستم، احتمال عندك رد فعل تحسسي، إحنا ما نقدر نحكم، خلي الدكتور هناك يدخلك في السيستم وممكن يطلبش تحليل حسب الإبرة، أنا مو متأكدة الحين شو التطعيم اللي هو عطاك إياه، فيطلب لك احتمال ممكن يطلبش تحليل يتأكد هل أنت عندك حساسية منها أو لا. أيوة. وفي شيء ثاني دكتور، أنا يعني وايد أتصدع، وايد وايد يعني الصداع وايد ذابحني، سووا لي أشعة مقطعية قالوا لي ما في شيء. هذا الأفضل تين العيادة ونشوف الشفاط، صداع وايد موضوع كبير، وأنا برجع لموضوع المركز دبي للسكري، فمر العيادة خلي يشوفك الدكتور ويأخذ تاريخ كامل عن الصداع اللي عندك، لأن في وايد أنواع. أنا اكتشفت هذا يعني أول ما قالوا لي فيك السكر وياني هالصداع، والحمد لله أنا يوم أجيت السكر عادي، هو الريد يكون يعني 98 90، ومن بعد الأكل بعد يوم أجيسة يعني عادي ينزل عندي لين 77 حتى 75 72 ينزل. نعم. حتى يوم كلمت الدكتور قال لي يعني هذا بدأ يعني شو اسمه يشتغل معك، ما أعرف والله بعد أنا عن السكر وايد، بس لا ما أتوقع يكون له علاقة بالسكر، أنا فضل في العيادة تين إذا حابة تمرين حتى في البرشة أشوفك وناخد تاريخ كامل عشان الصداع. برشة خلاص مرين العيادة نشوفك هناك وناخذ منك تاريخ الصداع وإن شاء الله نلقى له علاج ولا يهمك. شاكرة لك أنا يا فاطمة مداخلتك معانا اليوم، ونرجع لأخوي عبد الله جمعة. أخوي عبد الله نرد نتكلم عن مطبخكم التحضيري، شو تسوون في المطبخ؟ نعم. مثل ما تعرفين أختي أن الجانب التوعوي بالنسبة للتغذية مهم جدا في حياة الإنسان المصاب بالسكري. نعم. فلهذا السبب نحن عندنا المنظومة المتكاملة هاي، فالتغذية أو يلعب دور كبير في حياة الإنسان، فمن خلال المطبخ التحضيري هذا نحن عندنا برامج دورية شهرية يتم فيها استدعاء المراجعين، طبعا دائما النصيب الأكبر للنساء. فيتم تحضير وجبات خفيفة. نعم. ومرات يعني يتم إحضار الوجبات هاي الوجبات المحلية الإماراتية، ويتم من خلالها طبعا تحت إدارة أخصائيات التغذية في المركز توعية المراجعين وتعليمهم على النمط الغذائي الصحيح. جميل. فالمطبخ يلعب دور كبير جدا، لأن الإنسان يومي يحضر ويجلس على طاولة الطعام يشوف بعينه الصحن اللي مفروض أنه يتم يعني توعيتهم عن كيفية احتواء هذا الشيء بكل الأشياء اللي يحتاجها من ناحية البروتينات مثل ما تفضلتي، الخضروات، الجزء للحبوب والنشويات، لأن هاي ثقافة مهمة لدى الإنسان المصاب بالسكري، يعرف كيف يعني يأكل ويعرف ينوع في هذا الصحن، مفروض أنه يشمل جميع الأشياء اللي يحتاجها جسمه، وأيضا يعرف أنه كيف نحن اليوم يعني ندعمهم ونثقفهم بأن يهتمون في الجانب التغذية في البيت اللي هو اللي هم يعني موجودين فيه. صحيح. بالنوعية والكمية والوقت المناسب، فهذا هو جانب مهم بالنسبة للمطبخ التحضيري، لأن نحن اليوم نؤمن بأن التوعية والتثقيف الصحي مهم في حياة الإنسان المصاب بالسكري من جميع الجوانب. صحيح. نتكلم الحين عن مركز دبي للسكري من ناحية المرضى، كم عدد المرضى الجدد اللي يستقبلهم المركز خلال هالنصف الأول من العام الحالي؟ نحن تقريبا عندنا يعني 10,000 مسجل ما شاء الله في المركز. طبعا أكثر من 90% مواطنين. وعندنا مراجعين طبعا بشكل مستمر. عندنا تقريبا من 2000 ومن شهر 1 2017 2018 أكثر من يمكن 500 و600 مراجع جديد، عدا ذلك طبعا المراجعين اللي يجون اللي هم الفولو أب. صحيح.
ولكن اللي يميز دكتورة مركز دبي للسكري اليوم عدد الزيارات اللي يحضرها الإنسان المصاب بالسكري. نعم. زيارات تختلف عن الأماكن الأخرى. نحن مراجعينا دائما يجون ويراجعون أكثر من شخص. مراجعات تكون مع أخصائي التغذية، صحيح، التثقيف الصحي، أخصائي فحص شبكية العين والعناية بالقدم والنفسي، بحيث أن يعني نتجنب مثل ما ذكرنا في البداية المضاعفات اللي احتمال ممكن تصاب إذا كانت يعني هاي المنظومة غير موجودة. نعم صحيح. أخوي عبدالله، نحن نتكلم عن خدماتكم بشكل عام، بس نبغى نتكلم بالخصوص الخدمات اللي تقدموها للأطفال. أكيد عندكم أطفال يزورون مركز مصابين سواء بالنوع الأول من السكر، فشو الخدمات المميزة اللي تقدم للأطفال خصوصا أنهم فئة عمرية يعني مميزة؟ صح يعني تكون صح صح. اللي يميز مركز دبي للسكري بحد ذاته اللي إنشاء العيادة الأطفال اليوم. نعم. نحن نعتبر في مركز دبي للسكري أول عيادة متكاملة للأطفال. يعني مع الطبيب اللي هو مختص في علاج السكري للأطفال، عنده أخصائية متخصصة للتغذية الأطفال. نعم. ومع أيضا أخصائية متخصصة للتثقيف الصحي. فهاي منظومة العيادة الأطفال بحد ذاتها هي أصلاً متميزة من ناحية المبدأ ومن ناحية العلاج الشمولي. صحيح. بحيث أن مثل ما ذكرنا أن نحن ما نعالج فقط، بإنما ندير حالة الإنسان هذا المصاب بالسكري سواء طفل أو كان بالغ. صحيح. عيادة الأطفال قد تكون مهمة جدا أيضا يعني في المراحل المتقدمة من العمر، يعني الطفل يتم يعني علاجه من البداية وبعدين يصبح عنده ثقافة. صحيح. يعني سواء عند الأم أو عند الطفل، يعني يكبر ويعرف كيف يعيش حياته من الصغر، وبيتعلم ثقافة التغذية، ثقافة التوعية، ثقافة الرياضة، والأمور هاي كلها من الأساس، فهي انبنت على هذا المبدأ هذا. جميل. نتكلم شوي عن المبادرات الذكية اللي سيطلقها مركز دبي للسكري. نحن الحقيقة دكتورة دائما يعني الخدمات الذكية اللي موجودة عندنا من أول ما افتتح مركز دبي للسكري، عندنا عدد كبير من المراجعين المرضى على أجهزة مضخة السكري. نعم. وأنت طبعا أكيد عارفة يعني أهمية الجهاز هذا، مضخة الإنسولين، بالنسبة للمرضى سواء البالغين أو الكبار. نعم. الحين الخدمة الحديثة اللي موجودة في المركز اللي هو الجهاز الفريستايل إبرة، اللي هو الماسح الذكي اللي يعطي نتائج فحص السكري بدون الدم. نعم. فهاي الخدمات كلها تعتبر خدمات ذكية، ويتم مراقبة الإنسان هذا المصاب بالسكري مع الفريق الطبي سواء الطبيب أو الأخصائية التثقيف الصحي. هني نحن يعني يتم مراقبة الفئة هاي عن طريق الآب أو عن طريق الهاتف الذكي الآيفون. نعم. عندنا أيضا مبادرة تم اعتمادها وموافقتها من الإدارة العليا في هيئة الصحة، أن يتم يعني ونحن حصرنا الحقيقة عدد كبير من المراجعين اللي هم يعتبرون يعني كنترولد. نعم. مرضى اللي هم يعني السكر عندهم منتظم. منتظم. نعم. ولكن يعني لا يحتاج متابعة بشكل دوري للمركز، فإنما يتم استحداث يعني نظام ذكي عن طريق التليفون وعن طريق التواصل مع الفريق الطبي، وهو موجود سواء في عمله أو في بيته. نعم جميل. نتكلم الحين قبل ما نختم لقائنا عن ساعات عمل مركز دبي للسكري، وكيف الواحد ممكن ياخذ موعد في هذا المركز. نحن طبعا يعني مركز حكومي وتابعين لهيئة الصحة بدبي. نعم. ساعات العمل عندنا من الساعة 7:30 لين الساعة 2:30 الظهر. ويعني ممكن يعني أي مواطن عنده بطاقة صحية سارية المفعول يتصل. نعم. في المركز وياخذ موعد. وفي حالات كثيرة طبعا كون مركز دبي للسكري المركز المتخصص الوحيد في المنطقة، يتم تحويل مرضى من مستشفيات هيئة الصحة بدبي سواء راشد أو دبي أو حتى أو لطيفة، وأيضا يتم أيضا تحويل بعض الحالات الصعبة من العيادات اللي التابعة للرعاية الصحية الأولية في الإمارة. جميل. في عندنا سؤال على الانستغرام يقول هل يوجد إحصائيات عن المصابين بالسكري والأعمار؟
هل عندكم إحصائيات بعدد المصابين؟ شو الجنس وكم الأعمار مالتهم؟ والله يعني نحن عندنا لجنة الحقيقة في هيئة الصحة هم المعنيين بالنسبة للعدد، وأيضا نعم. بالتنسيق مع مركز الإحصاء بدبي، بس أنا نعم. ما تحضرني النسب، ولكن موجودة نعم نسبة المصابين، حتى موجودة عندنا نسبة المقبلين، لأن مثل ما تعرفين في إنسان مصاب بالسكر وفي إنسان مقبل بأن يصاب بالسكر بسبب سواء السمنة أو اللايف ستايل، النمط الغذائي أو النمط الحياة يعني. صحيح. أنا شاكرة لك أخوي عبد الله جمعة، مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي للسكري. في كلمة أخيرة حابة تشاركها، شيء يمكن خدمة جديدة بتضيفونها أو أي رسالة حابة تضيفها في النهاية؟ أنا الحقيقة دائما أقول أن اليوم مركز دبي للسكري مركز متخصص، نعم. ونحن مثل ما ذكر دائما يذكر معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة أن مركز فعلا يعني مركز عالمي ويعمل على أسس دولية. وأتمنى من أي إنسان مصاب مواطن بالسكري أن يستفيد من خدمات المركز، لأن فعلا مركز متميز ومركز يعني فيه كل الخدمات سواء العلاجي أو حتى الدعم النفسي، الدعم المعنوي، كل ما يحتاج الإنسان المصاب بالسكري. يعني أتمنى أنهم يستفيدون من المركز ومن خدماته. جميل، شكرا لك وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله تكون معنا في حلقة قادمة وتعطينا في أبديت جديد بخصوص المركز أو حتى إضافة خدمات جديدة. ما شاء الله لنا دائما هناك شيء جديد بخصوص مركز دبي للسكر، بما أنه مثل ما تفضلت أول مركز متخصص في المنطقة، فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. الله يبارك فيك، شكرا. شكرا لك. استضافة. شكرا. نجاوب على سؤال، هل يجوز أخذ تطعيم الإنفلونزا للكبار؟ نعم، تطعيم الإنفلونزا للكبار والصغار، الصغار من عمر 6 أشهر فما فوق يأخذون تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا. متى ما يكون، متى المفروض يأخذونه؟ من يدخل موسم الإنفلونزا بالعادة من نص شهر 9 يبتدي لين شهر 12 يكون موجود في العيادات، وهذا يكون موسم الإنفلونزا. بعد هذا ما يكون موجود لأنه نكون طلعنا من موسم الإنفلونزا شوي. في سؤال من متابعنا أحمد على السريع قبل ما يخلص البرنامج، دكتورة ربيعي عيونه فيها كيس دهني مثل الغشاء على بياض العين وراح العيادات زحمة، هذا اللي أنت تتشكى منه أو صديقك يتشكى منه اسمه تريجيم، هو عبارة عن غشاء ينمو روح يعني ما له سبب محدد، وأحيانا بسبب الناس اللي تسوي ليزك أو تسوي جراحات في العين ممكن يستوي عندها في العين، يستوي مثل غشاء يطلع من طرف العين يجي على البؤبؤ مال العين وأحيانا يسوي مشاكل في النظر. بالعادة ما نتدخل فيه، ولكن إذا وصل للبؤبؤ وبالتالي بدأ يأثر على النظر لازم تبدأ تدخل جراحيا، وللأسف أنه حتى لو شلتوه احتمال كبير أنه هو يرجع. أنا فضل أشوف دكتور عيون شاطر بخصوص هالموضوع ويقرر شو هو العلاج. أنا وصلت لنهاية برنامج اليوم، إن شاء الله استمتعت معاكم جدا ومع ضيوفي في هذه الحلقة المميزة، وإلى أن ألقاكم في الغد إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.